نظم حزب الشعب الجمهوري المؤتمر الرابع للمرشح الرئاسي حازم عمر بمدينة بنها وسط حضور جماهيري وعدد من قيادات الحزب. استعرض المرشح ورئيس الحزب حازم عمر خلال كلمته ملامح برنامجه الانتخابي، مناشدا المواطنين بالنزول للتصويت في الانتخابات الرئاسية وتصدير صورة لائقة للعالم واختيار مرشحهم بالصندوق. يأتي هذا قبل بدء فترة الصمت الانتخابي والمقررة غدا الخميس، استعدادا لانطلاق التصويت في الداخل أيام 10، 11، و12 من الشهر الجاري. غدا منتصف الليل سيكون الصمت الانتخابي. خلاص احنا في المرحلة النهائية، لم يعد أمامنا غير الصناديق، ولم يعد أمامنا إلا أن نحتشد أمام اللجان. نزل الناس اللي بيحبنا واللي عاوزنا وكمان واللي مش عاوزنا، خليه ينزل، علمه انه يكون فاعل وايجابي ويشارك، لان بالمشاركة ارادة الشعب المصري هي اللي تتحقق. ضعف المشاركة لن تحقق ارادة الشعب المصري. احنا عايزين ولادنا يكونوا احسن مننا.